النجم علاء مرسي، مبروك تكريم من بورسعيد. عايز اعرف كم مره زرت بورسعيد وايه ذكرياتك معاها؟ لا انا عشره بورسعيد، عشره كتير جدا. بس يعني انا ذكرياتي كتيره بورسعيد. في ناس من كتر ما انا اصحابي بورسعيد فبيتخيلوا ان انا لكنيتي بورسعيدي فبيقولوا انت من بورسعيد، يعني فاهم، انا مقرب شويه من لكنه. انا بحب بورسعيد جدا، من البلاد اللي انا متضامن معاها، شايفها بلد مهمه جدا جدا، ما خدتش حقها، اتظلمت كتير جدا على مدار العصور، ولكن ان شاء الله ربنا هينصر مصر بيها وبكل محافظات مصر. عايز اعرف منك، طبعا تابعت افلام العيد مؤخرا، فشفنا الممر في العيد اللي فات وانت كنت عامل الطريق لإيلات، يعني ايه ملاحم استنزاف كلها، فتكلمنا كده، شفت الممر وايه رايك في التجربه بشكل عام والفرق بينها وبين الطريق لإيلات؟ هي حاجه والطريق لإيلات حاجه، ولكن الاثنين في محور سينما عظيمه. انا بتمنى السينما تبقى كده، فان شاء الله التوجه ده مهم، وانا بشكر القائمين عليه، وعايزين نعلم اولادنا البطولات بقى، يعني كفايه نعلمهم حاجات، يعني لا، عايزين نأصل فيهم حب مصر. شايف الفن النهارده ايه اكتر حاجات سلبيه فيه واكتر حاجات ممكن تعلم الاولاد بشكل غلط؟ انا السلبي فكره عدم فتح السوق قدام كل الافكار، فانا بتمنى بس الانتاج يبقى غزير، ده الشيء السلبي. وعايزين سينما كتير. اعرف شغلك الفتره اللي جايه اخباره ايه، بتجهز لايه، وبره كمان شغلك انت بتتبنى كتير مشاريع فنيه شباب كتير بتعملهم، فنتكلم عن ده وده كمان ان شاء الله. مشروع الفن الشبابي اللي على مستوى الجمهوريه قائم وشغال وعمل نتائج، وفي كل محافظه في نشاط للولاد. انا هجمع كل الولاد في محافظه واحده، وان شاء الله تبقى بورسعيد، واعمل اوبريت كبير قريب ان شاء الله. الحاجة التانية بالنسبة لشغلي، أنا عملت فيلم اسمه قهوة بورصة مصر، نزل في الخارجي شوية ونزل في مصر، ولكن أنا اللي قريب جدا بجهز لفيلم الحوت، وقريب فيلم بين الحارات. بقى التفاصيل ولا إيه الأخبار؟ فيلم بين الحارات فيلم غنائي كله مطربين ومطربات شابين وشابات جداد جدا، هيقدمهم هيطعم بيهم بعض النجوم، وده تجربة بعملها أنا المزاجي كده، واتمنى أن هي تنجح. والتجربة الثانية الحوت فيها بعض الممثلين المحترفين مع وجوه جديدة بنغذي بيهم. هيكون إنتاجك يا أستاذ علاء كمان ولا شراكة ما بينك؟ هو إنتاجي، ولكن أنا ساعات بيدخل معايا بعض الأصدقاء كتمويل بسيط، ولكن أنا مؤمن الإنتاج مش مادي قد ما هو إنتاج فكرة إن شاء الله. حبيبي أشكرك، شكرا فندم.